السلام عليكم أينما كنتم. على جميع الأطراف السياسية العراقية أن تضع التنبيه الذي قدمته المرجعية نصب أعينها، والقاضي أن الأعداء وأدواتهم يخططون لتحقيق أهدافهم الخبيثة من نشر الفوضى والخراب والانجرار إلى الاقتتال الداخلي، ومن ثم إعادة البلد إلى عصر الدكتاتورية المقيتة. فلا بد من أن يتعاون الجميع لتفويت الفرصة عليهم. الأزمة في العراق ناتجة عن عدم شعور المسؤولين بالمسؤولية تجاه شعب فقد كل شيء. معكم علاء فاضل، ومعي في الإعداد الإعلامي قاسم العجرش، وفي الإخراج أحمد سلام. أيها الأحبة، كما اعتدنا أن نقرأ مقطعا من إحدى المقالات التي كتبت حول موضوع حلقتنا المعنونة العراق وفشل حلول الدم. مقالنا الأول: ثلاثة مستحيلات وممكن واحد. الكاتب إيليا إمامي. ثلاثة مستحيلات وممكن واحد. الكاتب إيليا إمامي. لمن يسأل عن موقف المرجعية الدينية إزاء الأحداث الجارية، هذه السطور تحليل خاص يمثل وجهة نظري فقط، وليست معلومات أنقلها عن أحد. أتصور أن أبسط مواطن بات ليلته أمس وهو يراقب الأحداث ويتأسف للضحايا الذين سقطوا، ولو كان بيده التدخل لتدخل، فمن باب أولى أن المرجعية المباركة قد تدخلت فعلا منذ يوم أمس وربما قبله، واتصالاتها تجري على قدم وساق. غاية الأمر أنها لا تملك الوقت لمجاملتك وإخبارك بأنها تحركت، تريد الخروج بموقف حاسم متى ما تهيأ لها ذلك. أما الباحثون عن حلول جذرية وسحرية تحول العراق إلى جنة، فاطلبوها من الله تعالى بصلاح النفوس ورفع منسوب الوعي والشعور بالمسؤولية في العراق، ولا تطلبوها من المرجعية. السلام عليكم مرة أخرى، وانضموا معي للترحيب بضيوف الأكارم: الأستاذ أحمد خالد الكعبي الكاتب والمحلل السياسي، الأستاذ الباحث في الشأن السياسي والكاتب الأستاذ أحمد أبو أحمد الشويلي. ماجد الشويلي، مرحبا بكما ضيفين كريمين. أستاذ أحمد، يوم فرحت به آل صهيون، أمريكا، الغرب، الخليج، ليش وصلنا لهذا اليوم؟ يفرحون على المستوى التكتيكي، نعم، على المستوى البعيد لن يفرحوا أبدا. جيد. لأن ميزة هذا النظام رغم ما يبدو عليه من ترهل وضعف وتمزق، الميزة التي يتمتع بها هو يتمتع بعمق عقائدي له صلة بالمرجعية العليا في النجف الأشرف وبعقيدة ولاية الفقيه بكل صراحة وقطعية. هذه الصلة تعطيه بعدا عقائديا يحتاج له جدا، خصوصا وهو يعيش في هذا الترهل. لكن مما يشار إليه ومما يعاتبني البعض أنني يعني أركز عليه كثيرا، لا يمكن لنظام سياسي أن 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 يستمر فضلا عن أن يترسخ وهو يعطي لأعدائه مناصب ونفوذ داخل هذا النظام السياسي. هذه محل تأمل. يعني واحدة من الأمثلة أن لأحد الأنظمة السياسية في، خلينا نقول، في غواتيمالا صحيفة مركزية واحدة، صحيفة مركزية تمثل النظام، ما هي لا تمثل الحكومة، تمثل النظام السياسي كله. طيب. هذه الصحيفة يرأس تحريرها كاتب يوميا يكتب عمودا يدعو للثورة على النظام. يستمر النظام في غواتيمالا؟ طبعا لا، هذا مستحيل. فأنا لكن أحيانا أنا اعتراضي وين أستاذ أحمد؟ اعتراضي أنه هذا ربما يعني وضع الأشخاص في أماكن معينة لخدمة اتجاه الحكومة بصرف النظر عن النظام. ليش هو
هو هذا الكاتب اللي بغواتيمالا نعم دا يدعو اصلا هو يمجد بالحكومه نعم لكن يدعو للثوره على النظام نعم بمعنى لا هو انا اقصد يحدث حاله الخلخله يعني بالنهايه هو لا يدعو للثوره طيب على الحكومه طيب هو يدعو يوميا يكتب يوميا طبعا غواتيمالا ناطقه بالاسبانيه مو يمكن استاذ ناصر ايه فهو يوميا يدعو للخروج على النظام والثوره على النظام وتغيير النظام وبالعنف عجيب هذا عجيب لا تجد لهذه الحاله الغواتيماليه مثيلا ابدا فمن هنا ادعو باخلاص هذا النظام السياسي الذي لا اعرف له راسا ما اعرف منه راس هذا النظام السياسي انا اعرف عمق العقائدي عمق العقائدي وهذا عمق العقائدي عمي والله ابتلى بيه بلوى هذا شلون ابتلى بيه بلوى ابتلى بيه بلوى هذا يعتقد هذا البعد العقائدي الممثل بالمرجعيه وبولايه الفقيه يعتقد في ان زواله فيه مفسد فهو يحافظ عليه لا لاجل غنيمه هو ما مستفاد منه بالعكس هو يمثل ثقل الان يمثل يعني عبء احسنت عبء طفل مشلول مبتلى لا الى علاج ولا هو يريد ان يديم بكل ادعو هذا النظام السياسي باخلاص هسه رؤوسه اذا ماكو الى راس محدد ان يراجعوا انفسهم هسه على الرغم من انه احنا نعتقد ان القضيه تتمثل في موضوع توزيع الادوار دعني انتقل للاستاذ ماجد الشويل الاستاذ اعتقد احنا عشنا ليله المواطن البسيط الفقير اللي نايم ببيته خلى ايده على قلبه خاف يسمع دقه باب يبلغ بها بسقوط ابنه او اخوه شنو اللي صار ليلته بسم الله الرحمن الرحيم ليله الهريره تمام بسم الله الرحمن الرحيم تحيه طيبه لكم استاذ علاء ولبيتك الكريم استاذ احمد الكعبي ولمشاهديكم الاكارم وانا اثني على ما قدمه وافاض به الاستاذ احمد في الحقيقه اما فيما يعني في معرض الاجابه عن سؤالكم الكريم هو ما الذي ادى طبعا هذه نتيجه ما الذي حصل نتيجه تبعت مقدمات والمقدمات الفاسده تؤدي الى نتائج فاسد هكذا نعم. يقول المنطق نعم. الذي حصل للأسف الشديد هو وجود نزعة يعني للتغيير أو لفرض الإرادة بالإملاءات وبالتوسل بأساليب العنف هذه النزعة للأسف نتيجة ضعف مؤسسات الدولة وضعف يعني الحزم اللي تتمتع به الدولة وأجهزتها هذا تراكم وحقيقة أيضا ولد حالة من الشعور بالعظمة والتفرعن هناك يعني من بات يشعر من أنه أكبر من الدولة ومن أنه أكبر من النظام ومن أنه بإمكانه أن يفرض ما يشاء على مؤسسات الدولة هذه طبعا لربما يعني تبتلى بها جهات عديدة أي إنسان حتى على المستوى الشخصي إن لم تكن هناك كوابح إن لم تكن هناك يعني محددات لطموح الإنسان لرغبات الإنسان ممكن أن يدعي ربوبية ممكن أن يدعي وما إلى ذلك أعتقد أنه كوابح الدولة والحكومة يعني أنا لا أتكلم فقط اليوم وإنما عن من بعد 2003 إلى هذه اللحظة لم تكن بالمستوى الذي عالج فيه هذه النزعة لذلك تراكمت وأصبح عندنا يعني توجه وأنا طبعا لا أحصره بجهة دون جهة يعني الكل ولكن القضية نسبية تتفاوت بين جهة وأخرى الكل يعتقد من أنه بإمكانه أن ينقض على الدولة وعلى مؤسسات الدولة وأن يسير الدولة كما يشاء طبعا متفاوت الدرجات هذا يعني هاي يعني خلاصة الفهم اللي اتعمق وخلاصة الداء الذي استشرى حقيقة وتأصل في جسد هذه الدولة والنظام السياسي تفجر ذلك اليوم في تلك الليلة تفجر حقيقة نعم ولذلك أنا حقيقة من يعني بعيد عن المجاملة في أكثر من مناسبة من أنه كان بشكل وبآخر لمبادرة السيد مقتدى الصدر
دور كبير جدا، لأن وصل الحال بتقديراتي مع جل احترامي لكل الضمانات ومع جل احترامي لكل الواجهات السياسية والدينية وغيرها، لسبب وآخر لم يكن بإمكان أي أحد أن يطفئ تلك الفتنة ويدرأ تلك المصيبة العظمى لولا البيان ذلك. ومن هنا وبهذا اللحاظ نحن أشرنا على يعني تقديم أو تقدير وتقييم خطوة السيد مقتدى الصدر، التي حقيقة يعني لولاها لكان يمكن أن تكون المآلات صعبة جدا، خاصة فيما لو امتد هذا يعني هذه الظاهرة لو امتدت إلى الجنوب كنا يمكن أن نشهد، وكانت مرشحة أن تخرج عن إطار المنطقة، وكان الجنوب للأسف الشديد كان الجنوب مهيئ، نعم، وكانت مناطق كثيرة مهيئة، وكان لا سامح الله ممكن أن يعني يتفاقم الأمر إلى حد قد يؤدي بالنتيجة إلى تقسيم العراق أو يؤدي بالنتيجة يعني. واقعا نعم. كانت ليلة الليلاء، نعم، وكانت مصيبة عظمى، والكل يعني كل العقلاء كل الحكماء كل الذين لهم حرص على سلامة العراق حقيقة تخوفوا على مصير العراق. وكما أشار أستاذ أحمد، لذلك كنا على يقين من أن ثمة مبادرات بدءا من المرجعية الدينية، الجمهورية الإسلامية، الأخوة في لبنان، السنة، الكرد في هذا البلد، كل العقلاء الحكماء ساهموا حقيقة ودفعوا باتجاه لملمة الأوضاع وتهدئتها. كانت هناك مواقف مشرفة من البعض، والله يعني. أنا رصدت أغلب نعم. المواقف ما عدا بعض القنوات الصفراء والكتاب، نعم. يعني هؤلاء نعم. يعني دعاة الفتنة، وأنا بودي أن أشير إلى ضرورة أن يلاحقهم القضاء هؤلاء، نعم. حقيقة لأنه كانوا يعني يعني يلقون بالحطب على نعم. تلك النار، نعم. نعم. الأستاذ شويلي، الأستاذ الكعبي، أنتم أيضا أيها الأحبة تعالوا معي لنقرأ مقطعا من مقال آخر حمل عنوان يا سيدي السيستاني، الكاتب محمد صادق الهاشمي. يا سيدي السيستاني، الكاتب محمد صادق الهاشمي. إلى سماحة المرجع الأعلى السيد علي السيستاني دام ظله الوارف، سيدي، نعم، إن الأمة التي خذلتك ولم تتوقف عند نصحك وإرشادك هي من تتحمل المسؤولية أمام الله بعد أن بالغت يا سيدي بالنصح حتى بح صوتك وتضاعف همك. لم أستنهضك، فأنت الناهض بأمر الله، وأنت الطريق إليه، وأنت الأمان ولا أمان سواك، وإنما ألجأ إليك حاميا مستصرخا مستنجدا، وأنت غيرة الله في الأرض. سيدي، باسم الأبرياء، أرجوك رجاء من عذبته السجون وقدم الأهل لأجل الدين والمذهب أن تحقن دماءنا وتطفي حرائق العراق قبل أن تتفاقم فتنة أكبر من فتنة داعش بمرات. مرحبا بكم مرة أخرى، كما أجدد الترحيب بضيوفي لك أستاذ أحمد. المرجعية الدينية بعد شو تسوي يعني؟ نادت حتى بح صوتها، أزدت النصوح إلا أنه لا مجيب، ولذلك اضطرت إلى أن تغلق بابها. إذن ما المطلوب؟ ما المطلوب ممن؟ من المرجعية طبعا. إذا أكو شيء اسمه دولة عميقة في العراق، نعم، بصراحة لا لجناب السيد المالكي دولة عميقة حقيقية، ولا لمحاولات التيار الصدري أن يبني دولة عميقة في مكان دولة العميقة للمالك، ولا هذا كله تكتيك، كله في مجال العمل السياسي، عمل سياسي تكتيكي وصراع على السلطة. إذا أكو شيء راسخ بالعراق فهو المرجعية، ولهذا ترى أنه هذه السفينة، هذه التجربة، كل ما كادت على وشك أن تكون على وشك الغرق، العين تروح للمنارة. جيد. المنارة اللي هي الدولة العميقة الحقيقية هي المرجعية. أنا أريد أقف عند اصطلاح الدولة العميقة، يعني ما أدري مدى انطباقه على المرجعية بالمعنى الواقعي وليس بالمعنى التفصيلي. جيد. إحنا بالمعنى التفصيلي لا نمتلك دولة عميقة بصراحة. الأطراف السياسية هسه هاي جوز يعيبها علي البعض، هذه الأطراف السياسية اللي تتصور أنه هي بنت فعلا دولة عميقة، لا، هذه مو دولة عميقة، هاي دويلة سلطة تتغير مع تغير رأس السلطة.
وبالتالي هاي مو دولة عميقة. الدولة العميقة هي التي تحمي النظام، الدولة العميقة الموجودة في الولايات المتحدة وإن اختلفنا معها، مو الدولة العميقة التي تحاسب رئيس. نعم. في دولة لكن عميقة الدولة العميقة تحدد الأهداف، تحدد المنظومة الإعلامية، المحكمة الاتحادية العليا، المنظومة الاستخباراتية، نعم. كلها وقفت بوجه رئيس منتخب. نعم. وبتعريف من الدولة العميقة 75 مليون ناخب أمريكي انتخب دونالد ترامب. 75 مليون ناخب أمريكي انتخب دونالد ترامب، كسرته هذه الدولة العميقة، كسرت كل شعبيته. وبالنهاية هسه هو مو منقذ بايدن، لكن بالنهاية هو بديل يكاد يكون منطقي معقلا لأهوج اسمه ترامب. هذا هاي الدولة العميقة هي التي تحافظ على أسس النظام السياسي وعلى المصلحة العامة للبلاد وعلى ما تعتقده بأنه هو عمقها العقائدي. هذا الدولة العميقة. مو هذا ما ينطبق على المرجعية بعد إذنك، يعني تجيب لي رئيس تحرير تخليه هنا ومدير مخابرات تخليه هناك، هذا مو دولة عميقة. يا جماعة افهموها رجاء، الدولة العميقة التي تحمي النظام السياسي لا التي تحمي مصلحة حزب أو شخص أو تيار أو فئة. الدولة العميقة فهمتوها غلط للأسف. نخبنا حتى النخب الإعلامية والسياسية ومراكز الأبحاث، الدولة العميقة التي تحافظ على نظام ذا قيمة يحترم نفسه، يعرف أنه قائم على أسس حقيقية ولهذا لا وجود للمصلحة الشخصية فيه. نعم فيه صراع سياسي، ديدن السياسة هو الصراع، لكن ليس فيه مصلحة شخصية تكون هي الأغلب أو الغالبة على المصلحة العامة. هذه هي الدولة العميقة. من إفلاسنا نشعر بكوننا أيتام. جيد. حقيقة أيتام. طيب. ولهذا كل ما أوشكت هذه السفينة على الغرق عيننا وين؟ على المرجع. أخو ليش لعد ما تسمع؟ لكن هذا لا ينطبق عليها. ليش ما تسمع؟ ليش وصف الدولة العميقة؟ لا هو وصف يعني. مجازي. نعم. وصف للتقرير. لأنه أنت تفضلت أنه ترامب. لا أنا كسر. أنا لا يعني أكو ملاحظة من قبل الدولة العميقة بعد إذنك. ولو يعني. نصف دقيقة. بعد إذنك. نعم. الدولة العميقة تلاحق حتى التفاصيل. ذات البعد الاستراتيجي هنا يعني في تحديد من يفوز من يفشل في الانتخابات طبعاً. في حين أن 6 ملايين صوت المرجعيات تركت التفاصيل لا مرة أنا يعني. آسف إن يعني إن فهمت إن فهم ما أريد أن أوصله أو أقوله بأنني أحاول تقليل قيمة المرجع، لا حاشاها. نعم. أنا أقول ليس لدينا راسخ سواها. نعم هذا صحيح، هذا قصدي. نعم صحيح. طيب أستاذ أبو أستاذ ماجد، القواعد السياسية أو ما هي الفواعل السياسية التي أدت إلى تغيير سلوك المحتجين ليلتها؟ ممتاز. يعني من الواضح جدا أنا أصطلح عليها أو أسميها بالضمانات. وأستاذ أحمد عبر عنا أنه راسخ الأكبر. نعم. ولربما في رؤيته أو تصوره من أنه راسخ الوحيد. أنا أقول هو الأبرز اللي هو عبر عن المرجعية الدينية. أنا أسميها ضمانات في. نعم. العراق ثمة ضمانات يعني وازنة وكبيرة ومؤثرة جدا في حفظ هذا النظام السياسي، ولو أن هذه الويلات يعني وهذه الآفات والمصائب صبت على أي نظام سياسي آخر لانهار. لكن ما السر في هذا النظام السياسي؟ واقعا هناك شيء مذهل في هذا النظام السياسي، في ظاهره ضعيف ولكن في عمقه رصين جدا، لأنه يستند إلى هذه الركائز واللي واحدة منعتها أهم دعاماتها وجود المرجعية الدينية. نعم. الإرث الثقافي للشعب العراقي، الدماء التي ضمخت مسيرة، يعني النظام السياسي جاء حصيلة تضحيات متراكمة لعقود طويلة من الزمن. بالتأكيد. هذا أيضا ساهمت. الشعور العميق لدى المواطنين من أن خلاف هذا النظام السياسي هو الفوضى والانزلاق إلى الهاوية. هذا اللي تجلى دائما في أقلام
وسائل التواصل الاجتماعي والكتاب الشرفاء والمحللين النبلاء وغيرهم. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث عندنا عمق حكماء، يعني أنا عكس الذي يصور كل السياسيين فاسدين. نعم. لدينا سياسيين حقيقة كلهم غيرة وعمق وكلهم معرفة وحرص على العراق، وأيضا كان الحشد الذي يستحق منا كل ثناء. نعم. اللي كان موقفه وهو دائما يعني وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر أو هنانا، لاحظ أو لعله الشاعر أفضل ينطبق. نعم. عليه سيعرفني قومي إذا جد جدهم. نعم. هنا أيضا القوات المسلحة. نعم. قوات المسلحة كل هذا كان أيضا هذه المرة أيضا الإجماع الوطني سواء كان محدود أو غير محدود، أنا لاحظته بصفتي متابع، كان هذا المقدار من الإجماع الوطني على أن مثابة العملية السياسية بهذا القدر يجب الحفاظ عليها. وشفت مبادرات تغريدات من الأخوة الكرد. نعم. اتصالات. نعم. هذه وأيضا حتى من بعض القوى السنية. يعني كان هناك حس وطني على أن العراق بات على كف عفريت، يجب السعي لإنقاذ هذه العوامل كلها التي ذكرتها. وأعتقد من الناحية العملية والإجرائية فعلا كما أشار أستاذ أحمد، ولدي بعض المعلومات حقيقة اللي ما متيقن من تفاصيلها، بس يعني هذا الأمر واضح جدا، من أن المرجعية الدينية لم تقف مكتوفة الأيدي على هذا، وحتى حوزة قم المقدسة واتصال بين الحوزتين، وكان هناك حقيقة حزم وحزم وجزم على ضرورة انتشال العراق من وحل هذه الفتنة الصماء الحقيقة الخطرة جدا. كلها تضافرت وتضامنت مع بعضها البعض، وأيضا جزاه الله خير من جملتهم السيد مقتدى الصدر. نعم. الذي أدى ما عليه خرج. نعم. الآن نختلف نتفق مع بعض التفاصيل، لكن بالنتيجة أيضا كل هذه العوامل واللي تبلورت بذلك الخطاب والذي حقيقة أمضاه بأنه استجابة للمرجعية. نعم نعم تمام. لو كان موقف مشابه. كان هناك إشارة إلى أنه. نعم. أمضاه للمرجعية الدينية. نعم. هذا الذي حصل، ويمكن لي دون مبالغة لكن بحسب يعني تقديري وبحسب قراءتي للمشهد من أن العملية السياسية إن لم أقل بأن العراق قد ولد من جديد، ومن أنه الآن هذه العطافة التي يعني مر بها العراق والشعب العراقي سوف تحصن العراق من العودة لمثل هذه الحالات بإذن الله تعالى. ما نأمل أستاذ أحمد بعد انسحاب سماحة السيد الصدر واعتزاله العمل السياسي، ما المتوقع حدوثه في البنية السياسية للتيار الصدر؟ يعني بس تعقيب عندي بسيط على طبعًا. اللي قال أستاذ مواز، أنا أعتقد أن رأس رمح النار كسر في هذه الأزمة، لكن الأزمة لم تنتهي. نعم صحيح. الدليل على ذلك. نعم. الدليل على ذلك أنه يعني بعد ساعات من خطاب سماحة السيد مقتدى الصدر، بعد ساعات أقل من ساعة يمكن ساعتين، رجع الخطاب الناري لكل الطرفين، لمن يعمل تحت مظلة السيد مقتدى الصدر وللطرف الآخر رجع الخطاب الناري. نعم. واليوم زاد اشتعال. نعم صحيح. أنا ما أعرف وين رايح الأمور حتى. صحيح. رأس النار الكل عرف. نعم أنا معك تماما. الكل فهم أن هذا النظام السياسي، أنا يمكن قلت بالمقطع الأول. نعم. قلت هذا النظام السياسي قوي في بعد العقائد اللي إلى ركيزتي مرجعية النجف وولاية الفقيه. صحيح. كنت واضح يعني. نعم. هذا البعد ينطي قوة. هو طبعا الآن مثل ما قال أستاذ ماجد، قال هو عبء، تحول عبء. هذا النظام صار عبء على المرجع، سواء على المرجعية أو على مو بس فكرة وعقيدة وفقهائية ولاية الفقيه، حتى على نظام ولاية الفقيه هو أصبح عبء حقيقي. لأنه مشرذم يعني. صعب تلمه. نعم. نعم. أنا من أتحدث وأنا الحريص على هذا النظام، لأنني أعي تماما أن بدون هذا النظام رغم علاته وهناته على علاته هو يمثل فرصة تاريخية للأغلبية الشيعية للعبور إلى واقع آخر.
حتى العراق على المستوى على السؤال استاذ. نعم. بعد انسحاب سماحه السيد الصدر. اي انا اشكرك على هذا السؤال مهم جدا. طبعا انا اريد اتعرف على المتوقع حدوثه في البنيه السياسيه للتيار. انا اعتقد ان سماحه السيد مقتدى الصدر قلب الطاوله حتى على الخط القومي داخل التيار الصدري. ممتاز. لأقولها وأجري على الله. هناك خط داخل التيار الصدري. خط يشكل عبء على سماحة السيد مقتدى الصدر. جيد. خط قومي، خط خطير، خط منظم ليسمع الناس، مجاميع خطيرة جدا ليس لها علاقة، ليس لها علاقة بتأسيسات سماحة السيد الشهيد السعيد محمد صادق الصدر. ذلك الذي فتح بابا مواربا عبر السنين ينتظر، وأنا كتبت في هذا المجال ينتظر عبر السنين لكي لا يحقق المشروع البريطاني ببناء مشروعية شيعية أخرى مقابل المركزية الشيعية الثورية الخمينية. نعم أريد له أن يفعل ذلك، إلا أنه ترك الباب مواربا فتحول الاستراتيج إلى تكتيك، والرجل كان يعاني من ضغوط شتى. طبعا هنا في تلك اللحظة تأسس هذا الخط القومي تحت مظلة التيار، لكنه شكل عبئا. بالضبط أكو مرض ذاك اليوم سمعت بها عاذكم الله، تليف عضلة القلب. القلب ينبض ويدفع الدماء للجسد لكي يعمل هذا الجسد، لكنه غطاء محيطه مصاب بالتليف. هذا أنا أحذر وأتمنى أن يكون سماحة السيد مقتدى الصدر يسمعني. نعم. أو أحد. نعم. من أو أحد من يسمع لهم. نعم. بوركت يمينك أنك قلبت الطاولة على هذا التنظيم، أقدر أسميه التنظيم القومي بين قوسين، الذي أصبح عبئا عليك وعلى إرث والدك وعلى البعد الأيديولوجي والفكري والعقائدي للتيار الصدري الذي سيبقى علويا مهما كان. فأعتقد بعد هذا كله، بعد اللي صار، أنا أتصور أو أدعو على الأقل أدعو الأخوة في التيار الصدري إلى مراجعة حقيقية، مراجعة لي. هسه انت عندك هدف سياسي تعتقده صحيح، جيد، على الاقل ابدي راجع هذا السلوك السياسي وين وصلك لتحقيق هذا الهدف. على الاقل هذا انا رسالتي العقائديه، يعني اللي اعتقد هي عقائديه وصلت. جيد. لكن على المستوى السياسي اعتقد الاخوه الاعزاء في التيار الصدري بحاجه ماسه الى المراجعه لكي وهم، وأنا أربع بهم وأعتقد أنهم لن يكونوا ذلك، لكي لا يتحولوا إلى حصان طروادة لتهشيم النظام السياسي. أنت لم تجبني على سؤالي. أنا ردت يعني ردت أنا أعرف شنو اللي راح يحصل في بنية التيار. على أي حال ضيوفي الأكارم أنتم أيضا أيها الأحبة، تعالوا معي لنقرأ مقطعا من مقال حمل عنوان أهلا بك في عالم ديزني العراق، الكاتبة لما يعرب محمد. أهلا بك في عالم ديزني العراق، الكاتبة لما يعرب محمد. في فن السياسة كل الأسلحة مباحة، ولا يوجد معادلة حقيقية توازن بين صاحبها والمحكوم بها، فلا صلة بين طرفي المعادلة المنفعية طغت على الوطنية، ولا سبيل لتقدم الشعوب. ولكن هل فعلا العصف الذي يحدث بين فترة وأخرى أفضل طريق للتغيير، أم هناك بدائل أخرى يمكنها أن تغير وبتكلفة أقل وبدون صراعات تهدد استقرار المجتمع؟ إن الحال أوجب على محركي الأحداث في الآونة الأخيرة أن ينتهجوا منهج الإعدام السياسي، والذي يضمن وضع المواطن في حالة غيبوبة دائمة بحيث لا يعرف ما يقوله أو يفعله، ففقدان الوعي لا يسعف أحدا. مرحبا بكم مرة أخرى وأخرى الأستاذ ماجد أشوي.
الحشد ما تدخل، لأنه ربما أدرك أن الفتنة أكبر مما نتصور. يعني شو وقت راح يتدخل؟ هل يعني لما تخرج الأمور عن السيطرة؟ يعني هو واضح جدا أنه الحشد الشعبي كانت هناك محاولات من قبل جهات حقيقة مغرضة وجهات مشبوهة لجره إلى هذه، نعم، ومساعي دولية وأجهزة مخابرات عالمية تحاول جر الحشد إلى مستنقع المواجهة أو توريطه بشكل وبآخر، ولم يسلم حقيقة من إعلامهم الأصفر، ولم يسلم من تشويهاتهم وتشويشاتهم على سمعته وعلى مكانته. لكن يوم بعد يوم، وعلى ما أتخطر منذ اندلاع حركة تشرين وإلى الآن، بدأ وكان الحشد الشعبي يمارس أعلى مستويات الانضباط، ويبرهن على أنه الأكبر ولعله الأول والمعني بالدرجة الأساس بحماية مؤسسات الدولة والمكتسبات السياسية وهوية العراق هكذا. والحشد الشعبي واقعا كان منضبطا لدرجة كبيرة، وكان لديه شعور وحس عالي جدا بالشعور بالمسؤولية، وضيع الفرصة. كانت هناك جهات، احنا الله العالم، يعني نقلتنا يعني شاشات التلفاز، دخلاء كثير يعني وجدوا ضالتهم بالدخول تحت عباءة التظاهرات، جاءوا من مناطق لا تنتمي إلى المناطق المعهودة والتي يعني انبثقت منها حتى هذه التظاهرات، ويمكن المستمع يعني يفهم ما أقصده. لكن مع ذلك تحلى بالحكمة الحشد الشعبي، وأثبت على أنه مؤسسة وطنية، يعني حالة حال أي مؤسسة للدولة. وفي ذات الوقت عبر عن أنه على استعداد إلى أن يتدخل في اللحظة التي يشعر فيها من أن الدولة أوشكت على الانهيار. هذا واضح. أنا يعني لربما بالصياغة يجوز صار أكو اختلاف، ولكن هذا سمعته من رئيس الهيئة السيد فالح الفياض، أنه وهذا من حقه، من حق أي إنسان، أي منتسب للأجهزة الأمنية، من أي شخص معني طبعا من الناحية الرسمية أو يعني معني بهذا الأمر من حيث أن يعني انتماء العقائدي والفكري، معني بالحفاظ على مؤسسات الدولة. حشد أيضا يستلم رواتب من الدولة، وهو يعني مشرع بقانون وينتمي إلى القيادة العامة للقوات المسلحة، فمن واجبه يحافظ على أسس الدولة وأركانها. ولا ننسى من أن له باع طويل جدا في الدفاع وحماية العراق، واللي قدم الدماء يجودون بالنفس إذا شح البخيل بها، والجود بالنفس أسمى غاية الجود. هو اللي ضحى بدماءه وضحى براحته وضحى بكل يعني غال ونفيس من أجل حماية العراق. لا أتصور من أنه يبخل أو يغفل عن ضرورة أن يكون هو الشخص في كل زمان وفي كل أوان لحماية العراق. هذا الحشد الشعبي حاولوا أن يجروه، والحمد لله بشهادة السيد مقتدى الصدر، بشهادة السيد مقتدى الصدر الذي أثنى وأشاد على أبنائه من أنه لم يتدخل، لم يتدخل، ولو كان قد تدخل لكانت الأمور قد أدت أو وصلت إلى، لم فتحت على ما لا يحمد عقبا. بالضبط بالضبط. كان هناك من يتربص يعني وسائل الإعلام للأسف الشديد، وأنا من خلال هذا المنبر أنا بودي أن تذكر لي وسائل الإعلام، يعني العربية، الحدث العربية، الغير، حتى الجزيرة، غير أقلام. أولا هذا الدور التحريضي، يعني أنا للأسف الحد القضائية، أنت اليوم تنطي، أنت السلطة القضائية جبت تمارس دورها متابعة حقيقة هذه، يعني هذا تعقب هذه القنوات، شبكة الإعلام، شبكة هيئة الاتصالات، هذه المؤسسات اللي معنية. أنا أريد أن أقول غير هذا الأمر، هناك قنوات تبث من خارج العراق، واليوم إحنا سمعنا اليوم بدأ الربط الكهربائي مع الأردن، مع عفوية ويا السعودية، وسوف ندشن الأنابيب النفط ونضخ للأردن كذا. ليش ما نوظف إحنا هذه الإمكانيات يا بلي أنطي نفط
اللي انطي نفط يعني ناقص 16، ما بامكاني اقول له ان تغلق هذه القناه اللي تبث من عندك وتهدد النظام السياسي. سراق المال العام اللي يؤويهم ما ممكن بالامارات. ليش احنا لحد الان يعني وكأن يعني الثقه مزعزعه عندنا؟ ما نوظف لا امكانياتنا، لا نفطاتنا مطفيها، لا قدرات عسكريه، لا دبلوماسيه. زين انت تروح وتجي شو اسمه الكاظمي، تروح لهاي المؤتمرات المصر وغيرها، تعالوا يا بالمنظومه العربيه واكو ميثاق الدول العربيه اللي موجوده. يصير العراق، هل بامكان العراق ان يبث قناه اليوم، يبث برنامج من العراق يضرب النظام في مصر او يضرب النظام في الامارات؟ لا يسمحون بذلك. مو لا يسمحون، يعاقبون. يعاقبون. لماذا لا نوظف؟ هذه دول تؤوي يعني مشكله، واربيل ما تقدر يا دول، هو اربيل منك تبث من اربيل ضدك، لكن تؤوي اعداء العمليه السياسيه. ما ادري الاخوه غافلين عن هذا الامر، ما اعرف منو اللي مسؤول عن هذا الامر. دعني انتقل الى الاستاذ احمد لانه ظلمناه يعني. لا دقيقتين ظلمناه. شنو اللي راح يصير؟ هل بات الطريق معبدا امام الاطار لتشكيل الحكومه؟ لا اعتقد. أنا قلت أن طوق النار كسر، لكن الأزمة مستمرة، والدليل أن الخطاب الناري عاد صور بعد ساعتين من البيان مع السيد مقتدى. خارطة الطريق شلون تصورها؟ يعني بصراحة أتمنى لو أستطيع أن أقول ما في تصوراتكم داخل. يعني ما في داخل، ولا هذا يعني اللي دا تشوفه كثيرا على الشاشات، واللي دا تطلع عليه بالوسائل السوشيال ميديا وغيره، بصراحة أصبح يعني مضيع للوقت يعني حقيقة يعني. أصبح مضيع للوقت لأنه لا يقدم ولا يؤخر. طيب. كل حشو يعني ما إلى قيمة. حس أنا أريد تصورات جنابكم يعني. أنا يعني بتصوري وأنا آسف جدا يعني، أنا يعني عندي رأي خاص. طيب. أقول أنت لو تستطيع إكمال بناء هذا النظام السياسي بشرطها وشروطها، ومن شروطها اللي يتفضل بيه استاذ ماجد، لو انت حتى هباتك جايتها بدول عايشه على نفطك وما تشرط عليها اعدائك. ابسط شيء اعدائك. والله مو اعداء النظام السياسي فقط، اي صحيح، لا اعداء وجوديين لناسك وجودي. يتمنون ان لا يروا احد حي منكم. نعم صحيح. موجودين بالاردن وغير الاردن. نعم. فواحد من هاي الشروط اللي انا استاذ ماجد كنت تتحقق. انت لو تستطيع بناء نظام سياسي حقيقي بصراحه، لو تقول له لسماحه السيد مقتدى الصدر انا عجزت وتفضل هذا النظام السياسي ديره. نعم. هسه وين راح تروح بيه، وين توديه، انا ما ادري. نعم. بس اخو ما يصير. لا انت يعني ازمه عام، الى متى انت في نفير عام؟ انا موقن تماما ان هذا ان للنظام حراس. نعم. وهؤلاء الحراس لا يحرسون هذا النظام لانه نظام سياسي. لا، هذا النظام في جوهره نظام ترتبت عليه دماء نظام كسر المعادلة، ونظام أحسنت نظام كسر المعادلة استمرت لأكثر من 1400 سنة. فما تجي الآن تنطي هذا بعد العقائدي ليرضى من يرضى وليزعل خلي يزعل. هؤلاء حراس عقيدة النظام. أنا موقن أن هناك حراس لهذه العقيدة. هؤلاء مبتلون بضعف النظام السياسي من جهة، سواء لي تركك المسيطر على النظام او الفاعل المؤثر فيه، لا يتركك تبني. انت وظيفتك فقط تحرسه. كل الذي اتمناه ان ارى هذا الحارس هو الحاكم، لانه مؤتمن انطدم وضحى. هذا الحارس يتحول الى حاكم. متى يتحول الحارس الى حاكم؟ قل ان هذا النظام السياسي بخير. الاستاذ احمد خالد الكعبي، شكرا للاستضافه. لك الاستاذ ماجد شويلي، شكرا جزيلا لك. ايها الاحبه، كتب الاستاذ قاسم العجرش معدي البرنامج الخاتمه التاليه: رب اجعل هذا البلد امنا، عندما يعلو صوت الرصاص على صوت الكلمه اعلم انه ليس بيوم سعيد، ولم يضع الجميع
العراق وأهله أمام ناظرهم، بل عجزت الكلمة الصادقة الوطنية، بل وقفت ثم سكنت سكون الموتى الذين سقطوا وجرحوا. الآن صوت الرصاص ولون الدم كان سيد الحدث، بدل أن يكون التحاور والنقاش هو الحل. ختاما، الكلمة تعادل رصاصة، وكلكم مسؤول عن كلمته، فقل خيرا أو اصمت. لا أرى سياسي، بل أرى ربطة عنق يهز صاحبها رأسه رأسه إذا ما اقتضت المصلحة. في أمان الله.